يبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلة ناشيانغوي وهي بتتصل بالبنك لتسحب 100,000 يوان لتروح للمستشفى لتسوي الفحوصات للجنين، بس بيخبروها البنك إنه البارح سحب زوجها شيانغ 30,000 يوان وبتستغرب، فبتتصل فيه لتخبره بالسالفة، بس هو بيقول لها إنه هو الحين في الاجتماع ومشغول كتير وبيسكن عليها الخط. فلهيك بتجي لبيت زوجة أبوها وبتستغرب للمرة الثانية كيف سيارة زوجها موجودة جنب بيت زوجة أبوها، فبتسمع إنذار السيارة وبتظن إنه ترك الباب الخلفي مفتوح مثل المرة السابقة، وبالفعل بيكون مفتوح وبتشوف ملابس نوم لبنت، وكمان بتشم ريحة العطر نفسه يلي بتسويه أختها الغير الحقيقية، وبتدخل للبيت وبتنصدم لما بتشوفه مع أختها، فبتقوله شو لو كشفتك شيانغوي شو رح تسوي؟ فبيقول لها مستحيل تكشفني لأنها راحت لتسوي الفحوصات الجنين في المستشفى، وبيعطيها كرت البنك يلي فيه 30,000 يوان يلي سحبه من حساب شيانغوي، فبيقول لها انه بعد شهر رح يعلن عن علاقته بها قدام الكل، فبتقوله شو لو رفضت شيانغوي؟ فبيقول لها رأيها مو مهم، وبتجي ام مينغ وبتقول لها انها لازم تتقرب من شيانغ في اسرع وقت ممكن وتتزوجه لتاخذ مصاريه وممتلكاته، وبتعطي الكرت لامها وبيروحوا، وبتجي وبتشوفهم وهم مبسوطين وبتاخد السكين وبتكون رح تخلص عليهم لأنهم خدعوها، بس بتتردد وبتروح بسرعة وبيشوفها شومو وبيلحقها، وبتجي للبلكونة وبتضل تقول مع نفسها إنه زوجها كان بيخونها مع أختها وهي مثل الغبية ما كانت بتعرف، فبتقول عوض ما تنهي حياتها رح تنتقم منهم، فبتقول لهم إنها كانت بتشم شوية هوا ومودا عشان يخافوا عليها، فبتطلب من جيانغ ليدخل، فبتقول لها أختها إنه من الأحسن ما تسوي مثل هالأفعال السخيفة مرة تانية لأنها أحرجت عائلتها قدام الناس، فبتقول لها إنها بتكون البنت المسؤولة عن عائلتها والوريثة العائلة، وبتطلب منها تغيير عطرها لأنه غالي ومو من مستواها، ومين بتوعد حالها إنها رح تاخد منها زوجها، وبتجي للبيت وما بتعرف كيف تفتح النبيت وبيساعدها شومو، بيسألها لو كانت بالفعل بتحاول تنهي حياتها من قبل شوي، فبتقوله ليش بتسألني وإنت ما بتعرفني مين بكون؟ فبيقول لها إنه هو اسمه شومو وبيكون ابن صديقتها شو، وإنه هو إجا من أمريكا، وبيروح وبتوقفه وبتشكره لأنه قلق عليها، وفي الليل ما بتقدر تنام وبتضل بس تفكر في الخيانة اللي تعرضت لها من طرف زوجها وأختها، وبيرسل لها زوجها رسالة بيطلب منها تنام لأنه هو مشغول في الشركة، وبتعرف إنه بس بيكذب عليها، وبالفعل بيكون مع أختها مينغ، فبتقول له شو لو كانت شيانغوي بتعرف بعلاقتهم؟ فبيقول لها مستحيل لأنها مو ذكية لهالدرجة، وبتجي لبيتها وبتلاقي أخت زوجها في البيت، فبتقول لها ليش دخلتي لبيتي من دون إذني؟ فبتقول لها ليش بتتصرفي هيك؟ أنت في العادة ما بتحكي لي شيء، فبتقول لها بالطبع رح أسألك لأنه هذا بيكون بيتي، فبتقول لها إنه بكرة بيكون يوم زواجي وطلبت مني أمي أنام في بيتك، وكمان هاي الأعشاب حضرتهم أمي ليس تساعدوك على الولادة بسرعة، وبتكون رح تروح للسرير وبتطلب منها تنظف الزبالة اللي سوتها في الصالون، فبتقول لها مو داعي لأنه بكرة رح تجي الخدامة، فبتقول لها طيب انتي اللي رح تدفعي لها، وبتستغرب كيف تغيرت تصرفاتها، وبتتصل فيها أم زوجها وبتضل تشرح لها على طريقة الاستعمال الأعشاب لتنجب الولد مشان يصير وريث العيلة، وبيتجهز شيانغ ليروح للبيت، وبتعطيها الرسمة وبتطلب منه يسويها في غرفته ليضل يتذكرها، وبتودعه وبيروح، وفي الليل بيكون نايم وبتجي لعنده بطلة نوم معها السكين، وبالفعل بيسوي رسمة في غرفة نومهم، وفي الصباح بتشوف أخته وهي رايحة وبتسألها لوين رايحة، وبتقولها للبيت، فبتقولها طيب وأغراضي، فبتقولها أنك ما بتستخدميهم لهيك أخذتهم، فبتقولها هل أنا متجرك الخاص؟ فبيطلب منها زوجها تعطي لها إياهم لأنها ما بتستخدمهم، وبتقولها إنها ما كانت بتمنعها هيك ليش تغيرت؟ وبيطلب منها تروح، فبتقول له ليش تركتها تروح بملابسي؟ وبيقول لها إنها عندها كتير، وبيطلب منها تجهز له شنطة سفر لأنه هو مسافر في رحلة عمل، وبتخبره إنها مو خادمته لتجهز له إياها، وبعدها بيروح، فبتختل لها شيانغ بفكرة ذكية بتبعت العطر لأختها مينغ، وبتظن إنه شيانغ هو اللي بعت لها إياه
كما إنها بتشكره، ولما بتشم ريحة العطر ما بتحبها، وبيقول لها جيانغ في الرسالة إنه ما بعت لها العطر. بتعرف مينغ إن أختها هي اللي رسلت لها العطر، فبتسألها ليش أرسلت لها العطر؟ فبتقول لها ما أنت بتحب العطر فأنا اشتريت لك عطر مميز، وبتسكب عليها المي، وبتقول لها إنه جيانغ ما بيحبك، فبتقول لها سواء كان بيحبني أو لا، المهم إنه هو زوجي، وبالطبع ما رح يكون بيحبك بقدر ما بيحبني أنا. بتقول لها إنه رح يجي شي يوم ويتركك فيه ويجي لعندي، فبتقول لها أنا ما بعرف شو رح يصير في المستقبل، بس اللي بعرفه إنه الحين أنا بكون زوجته وبالأوراق الرسمية. وبعدها بتروح. بعد أيام بيجي من رحلة العمل وبتضل تراقبه وبيشك إنه في حدا بيراقبه، وبتعرف إنه إجا لعند أختها هي أول شخص عشان يزورها، وبتخبره إمتى رح يخبر الناس عن علاقتهم وإمتى رح يطلق شانغوي. فبيقول لها إنه لازم ينتظروا شوية وقت لأنه تصرفات شانغوي اتغيرت مؤخرا واحتمال ما توافق على الطلاق، وبتطلب منه يضل معها، بس هو بيروح. وبيجي لعندها للبيت وبيفاجئها بالأزهار، فبتسأله مو كان لازم يجي بعد يومين؟ فبيقول لها انه هو خلى الشغل واجي بكير ليحتفل معها في اليوم المميز اللي هو يوم ميلادها، وبيقول لها انه هو طلب لها اغلى الشنط من امريكا كهدية ليوم ميلادها. وبتروح لتجهز العشاء، بس هو بيضل يدور على التقرير الطبي ليعرف لو راحت بطلتنا اليوم للمستشفى او لا، لانه شك انها بتراقبه، بس بيسحب شكه لما بيعرف انها كانت اليوم في المستشفى. وبتجهز الشربة وبيشربوها مع بعض، وأبي شيانغوي بيعطي 3% من أسهمه في الشركة لبنته مينغ. وفي الليل بتصل فيها الموظفة جيانغ وبتخبره أن منتجهم الأخير سبب حساسية لكل الزبناء، كما أنهم رفعوا دعوة قضائية على شركته وبيخاف كتير. وفي الصبح بيجي للشركة وبيضل يسب كل الموظفين الشركة، بس هم بيقولوا انه هذا مو خطأهم لانه المنتج هو اللي فيه المشكلة. وبتجي شانغوي وبتقوله انهم ما لازم يعتذروا لانهم لو سووا هيك فهذا بدل انهم بيعترفوا انه منتجهم سيء الجودة، وبتطلب منه يرتاح وما يتحمل الضغط لوحده ويترك الموظفين يحلوا المشكلة، وبيقول لها انه هو الحين رح يروح ليتعشى مع المستثمر، وبيودعها وبتصورهم هالموظفة وبتبعتها لمينغ. وبيتصل فيه المستثمر وبيعتذر منه لأنه هو مشغول وما رح يتعشى معه، وبيعصب كتير. وبتشوف مينغ صورة وبتعصب كتير. وفي الليل بيجي للحانة وبيصير يلي المفروض ما كانش لازم يصير. وفي الصبح بتجي مينغ لعند شانغوي وبتسألها إمتى رح تطلقي من زوجك، فبتقول لها هل مليتي من الانتظار وبدك ارفع دعوة الطلاق على زوجي الحين؟ فبتقول لها اوكي لو بدك ارفع الحين عطيني 70 مليون ورح اتركه. فبتقول لها هل اللي بتحكي من جد؟ فبتقول لها طول ما في مصاري في الموضوع فانا جد في كلامي، وبتقول لها انا موافقة ورح ادفع لك 70 مليون بسرعة. وبتروح وبتتصل بالمستثمر وبتطلب منه يبيع 3% من اسهمها في الشركة. وفي الليل بيضل جيانغ يفكر في إفلاس الشركة، وبتعطيه الملكية بيتهم يلي اشتروه في بكين ليبيعوه، فبيقول لها إنه هداك البيت اشتروه خصيصا لابنهم المستقبلي، بس بتقوله إنها لازم تساعده لإنها زوجته وكما إنها أجهضت الجنين، وبيشكرها. وبتضل مينغ تستغرب من تصرفات جيانغ وشانغوي، وبتظن إنه جيانغ بيستغلها، كما إنها بتشك في الموظفة يلي بعتت لها صورة جيانغ وشانغوي. وفي الصبح بتسوي له ربطة العنق وبترسل له مينغ كذا رسالة بتطلب منه يجي عندها، وبيسكر الهاتف وبتتصل فيه وبتطلب منه يرد على اتصالاته، بس بيقول لها إنه مو مهم. وبتسأله إمتى رح يجي للبيت؟ فبيقول لها إنه اليوم رح يتأخر شوي لأنه عنده اجتماع مهم ولازم يسويه. ولما بتخبره إنها اتصلت بالمستثمرة شو وإنها رح تجي للبيت لتتعشى معهم، بيقول لها إنه رح يجي بدري عشان يحكي معها بأمور شركته، وبيقبلها راسها. ومينغ بتطلب من جيانغ يجي لعندها لأنها ما شافته من 3 أيام، وبتتصل فيه بس ما بيرد عليها، وبيرسل لها رسالة بيقول لها إنه هو هالأيام
مشغول كتير لهيك ما اجى لعندها، وبتجي للشركة وبتسأل الموظفة عنه وبتقولها انه هو راح للبيت عند زوجته، وبالفعل بيجي للبيت بكير وبتطلع المستثمرة هي ام شومو، وبيضلوا يحكوا عن ماضيهم لجيانغ وبتمدحه لانه قدر يحافظ على شركته في كل هالسنوات، وبيقول لها انه كل هالشي بفضل زوجته شيانغ وي. وفي الليل بيعطي لها هالسلسلة كهدية لإلها لإنها ساعدته في حل مشكلته في الشركة، وبيطلب منها يروحوا ليغيروا شوية جو، بس هي بترفض وبتتصل فيه مينغ وبيقول لها إنه الموظفة تبعه بتتصل فيه، وبعدها بيروح وبيجي لعند مينغ وبيلاقيه شارب كتير. وفي الصبح بتصحى وبتتصل فيه وبيكون نايم مع مينغ وما بيرد على اتصالها، وبيخبر مينغ لتجهز شنطته وكمان رح يطلعوا سوا. وفي الليل بيرجعوا وبتطلب منه يروح ومودعه يوصلها لشقتها، ولما بتدخل لشقتها بتتفاجئ من وجود هالشخص الغريب وبتسأله كيف عرف الباسورد بيتها، فبيقولها نحن بنعرف بعض من لما كنا صغار ومستحيل ما أعرف الباسورد بيتك، فبتقوله انتهت علاقتنا من قبل 5 سنوات ليش اجيت الحين، وبتخبره انها رح تتصل بالشرطة، وبياخد لها موبايلها وبيسألها ليش تركته، فبتقوله انه انت اللي خنتني، فبيقولها انت هي البنت الوحيدة اللي حبيتها في كل حياتي، وبيعانقها وبيتذكر جيانغ انه ترك موبايله في بيت مينغ، وبيجي جيانغ وبيكتب الباسورد وبيدخل وبيسألها ليش ما فتحت له الباب، وبتقوله انها كانت بتشاهد للدراما وما كانت بتسمعه، وبيكون شانغ لساته هنيك وبيسمع كل كلامهم، وبيجي اتصال وبيخبرها انه اخيرا حل مشكلة هذاك المنتوج وضاعفت ارباح الشركة لأضعاف واضعاف، وبيعانقها وبيجي للبيت وبيقول لها انه اشترى لها سناكات المفضلة، وبيعطي لها صورتها وبتحبها كتير، وبتقوله انها رح تعلق صورته وصورتها مع بعض عشان يضل يتذكر زواجهم. وفي الصبح بتضل تتذكر لما كان عمرها 17 سنة كانت بتواعد شانغ بس أمها منعتها وكانت ضد علاقتهم، ولما بتجي للحمام بتفرح كتير لأنها طلعت حامل، ومباشرة بتجي لعند شيانغ وي وبتخبرها إنها حامل، فبتقولها ليش بتخبريني أنا؟ لازم تروحي وتخبري جيانغ فرح يفرح كتير لما يسمع الخبر، فبتقولها إنها لازم تترك الحين جيانغ، فبتقولها إنه أنا الحين بعتبر زوجته بالأوراق الرسمية عكسك إنتي يلي حامل، فكل الناس رح يقولوا عنك عشيقة، فبتقولها لو بدك اتركه لازم تعطيني 70 مليون في أقرب وقت ممكن. ولما بتجي للبيت بتسوي حالها إنها معصبة لإنها صارت حامل في ظروف مو مناسبة، وبتقوله إنها رح تغادر من هالمدينة وتروح لتعتني بطفلهم لحالها، بس هو بيوقفها وبيقول لها ما لازم تروح لأنه هذا طفله لازم يعتني فيه، فبتقوله هل أنت سعيد بطفلنا؟ وبيقول لها إيه بالطبع، فبتقوله طيب شو عن علاقتنا؟ نحن ما لنا متزوجين، لو عرفوا الناس إنه صار عندنا طفل فجأة رح يسبونا، وخصوصا أبي ما رح يتقبل الموضوع وأكيد رح يطردني من البيت ومن العيلة، بيقول لها لا تخافي وإنه أنا رح اهتم بالموضوع، وبيشكرها لأنه أخيرا حققت حلمه ورح يصير أب. وفي الليل بيجي للمؤتمر الشركة المفروض لا يعلن عن علاقته بمينغ، بس لما بيشوف زوجته بيتراجع وبيشكر شيانغ وي لأنها ساعدته في الشركة، وبتخبرها مينغ إنها رح ترسل لها 70 مليون لحسابها الحين، وبتخبرها كمان إنه جيانغ عطاها البارح خاتم من الذهب، وبتقول لها تنتبه من شيانغ لأنه هو شخص حقير ومغرور كتير وبيسوي علاقات مع الناس بس ليحقق متطلباته، وبتعطي لها هالسلسلة كهدية ارتباطها بشيانغ بس هي بترميه في النهر. واليوم يلي بعده بتنتشر الأخبار بتقول إنه شيانغ بيوعد أخت زوجته مينغ، وفي المقابل هالشي كل المستثمرين بيرفضوا يشتغلوا معه، وكل الموظفين بيطلبوا التعويض لأنهم رح يستقيلوا، وكل الصفقات اتلغت، كما أنه الصحافة قدامها بالشركة ولازم يسوي مؤتمر صحفي ليشرح فيها عن علاقته بمينغ، وأرباح الشركة انخفضت بمليارات الدولارات، وإذا استمرت أوضاع الشركة هيك فرح تنهار الشركة بشكل كلي ورح تعلن عن إفلاسها للمرة الثانية، وبيعصب كتير لأنه الحين رح يتحمل المسؤولية
المسؤولية كلياتها لحاله، وبتتصل فيه مينغ وبتقوله إنه الصحافة قدام بيتها وإنها خايفة كتير، فبيقول لها لا تخافي وأنا رح أتعامل مع الموضوع. وبتشوف الشانغوي الأخبار وبتفرح كتير، وبتتصل بشومو وبتقترح عليها تساعد شركته وبيوافق. وبتجي الشانغوي لعند زوجها وبتطلب منه الطلاق وبينصدم، فبتقول له ما توقعتك تكون هيك وتخوني من ورا ظهري وكمان تسوي علاقة مع أختي مينغ وتصير أب كمان، وبيصفعها. فبتقول له هذا هو مقابل مساعدتي لإلك، وبتصفعه كمان وبتطلب منه يوقع على أوراق الطلاق في خلال 24 ساعة بس أو رح ترفع عليه دعوة قضائية. وبتروح وبيعصب أب شانغوي لما بيعرف إنه بنته مينغ أخذت زوج بنته الثانية، وبتعصب أمها لما بتعرف إنها باعت 3% من الأسهم، وبيصفعها وبيطلب منها تنفصل عنه، بس هي بتقوله إنها حامل منه. وبتطلب منها أمها تسوي الإجهاض للطفل بكرة، فبتقول لها شو شكلك نسيتي إنه أنت اللي طلبت مني أتقرب منه وأصير حامل منه، أو شو رح تنكري كلامي الحين؟ فبتقول لها إيه يا بنتي، بس الحين هو صار فقير وشركته تدمرت، وأخيرا بيعرف أب شانغوي إنهم خططوا كل هذا اتنيناتهم، وبيطلب من مينغ تروح من البيت وما ترجع مرة تانية، وبيغمى على أم مينغ. ولما بتعرف أم جيانغ بخبر علاقة ابنها بمينغ وإنها حامل من ابنها بتفرح كتير. وفي المساء بتجي شانغوي وبتخبر جيانغ إنه هو ما رح يضل المدير للشركة لأنها اشترت كل الأسهم الشركة، والحين صارت بتمثل 70% من الأسهم يلي في الشركة. وحتى لو كان جيانغ بيمثل 30% من الأسهم، فهذا أبدا ما بيدل إنه هو رح يكون الرئيس. وبتجي لعند زوجة أبوها فبتقول لها سمعت إنك مريضة لهيك جيت لأطمن عليكي. فبتطلب منها تروح وإنها مداعية تلعب دور الطيبة لإنها سبب في تدمير بنتها. فبتقول لها أنا بدي إياكم تتعذبوا طول حياتكم وتتمنوا الموت وما تلاقوه لإنكم السبب في انفصال عن زوجي. وفي الصبح بتكون لساتها نايمة وبتسمع صوت رنة الباب، ولما بتفتح الباب بتلاقي شومو اللي هو بطلنا، وبتطلب منه ينتظرها شوي. وبتضل ترتب البيت، ولما بتخلص بتفتح له الباب وبيطلب منها توقع على بعض الملفات شركته، ولما بتوقع بيستأذن ليروح. وبعدها مباشرة بيبعتها الخدامة لترتب البيت لأنه شاف ملابسها وهي مرمية على الأرض، وبتعرف إنه هو لهيك بتبعت له هاللعبة وهي بتغني وبتشكره خصيصا. وبعدين بتجي لشركتها فبتنبهها مساعدتها من إنها تاكل هالخبز لأنها عندها حساسية من مضور السمسم. وبعدين بيغمى عليها وبتجي للمستشفى طبعا بسبب إنها أكلت هذاك الخبز. لما بتصحى بتلاقي شومو قدامها فبتسأله ليش هو هون، فبيقول لها إنه هو كان بيسوي بعض الفحوصات في المستشفى وشاف مساعدتها وهي بتنادي الأطباء، وكمان إنتي ما كنت بتعرفي إنه عندك حساسية من بذور السمسم. فبتقوله أنا صح بعرف، بس هاي الحساسية انتهت من قبل 3 سنوات وبتكون رح تضغط على جهاز الإنذار وبيساعدها، بس هي بتقوله مو داعي لإنها بخير وتقدر تضغط لحلها. وحتى ميغ بتكون في المستشفى لتسوي الفحوصات للجنين، وبيجي الدكتور وبينبهها ما تاكل بذور السمسم مرة تانية مشان حساسيتها، وبيطلب من شومو يوقع هون ويدفع، بس هي بتقول للدكتور انه هذا اخوها اجا من امريكا وما بيعرف يحكي او يقرأ صيني. ولما بتخلص بيروح الدكتور وبتكون بتفكر، ولما بيسوي لها هيك بتكون رح تضرب راسها وبيساعدها وبيطلب منها تاخد ادويتها في الوقت المناسب وما تتعب حالها. وبتطلع من الغرفة وبيشوفها جيانغ وهي مع شومو، وبيجي ليسأل الدكتور وبيخبره بالسالفة. وبيجي شانغ وبيسحب مينغ وبتسأله ليش اجى لهون، فبيقول لها اجيت عشان اشوف طفلي. فبتقول له انه هذا الطفل بيكون طفل جيانغ، فبيقول لها انه انا بعرف انك بتكذبي وانه هذا بيكون طفلي انا. وبتدفعه وبتطلب منه يروح من هون، فبيقول لها انه انا ما رح روح من هون وبيكون جيانغ شوي رح يكشفها.
وفي الليل بتجي لعند الشيانغوي وبتطلب منها تروح، بس هي بتقول لها انها اجت لتاخد خاتم زواج الشيانغ، وبتشوف انه الشيانغ اخد صورة مع الشيانغوي مثل ما اخدها مع ميغ وبنفس الملابس، وكما انها بتشوف نفس الترتيب ادوات الحمام اللي سواها الشيانغ في بيت ميغ. وبتطلب منها الشيانغوي تنتبه لانه الشيانغ شخص مخادع، وبيتصل فيها وبتضغط على السبيكر وبتسمع كلام الشيانغ وهو بيسألها على حل لها، وبتقول لها عادي تصل فيها لأنهم الحين مطلقين، وبتقول لها أنا ما بكرهك كما أني بعتبرك مثل أختي الحقيقية، وأنا بحذرك بس مشان ما يخونك جانغ لأنه هو شخص مخادع ولعوب. وبتجي لها المكان وبيجي لعندها وبيطلب منها تتراجع وما تنهي حياتها، فبتقول له أنه أنا قررت أنهي حياتي، فبيقول لها شو ذنب الطفل يلي في بطنك، فبتطلب منه ينهي علاقتهم ببعض، بس هو بيوعدها أنه رح يعطيها كل ممتلكته بس بشرط أنها ما تنهي حياتها وبتعانقوا. وفي الليل بيجي شومو لعند الشيانغوي وبيضل يعلمها كيف تلعب، وبتسأله عن سبب زيارتها وبيقول لها انه اجا ليطمن عليها، وبيجلسوا هون وبتطلب منه ياكل معها، فبيسألها لو اكلت العشاء او لا، وبتقول له انه هذا عشاءها، فبيقول لها انه هذا الاكل مو صحي، وبيقترح عليها اني يكون مساعدها في الجولف وعلمها كيف تلعب مقابل تنادي له سيدي، فبتقول له مو مشكلة فيني الاقي شخص يعلمني، فبيقول لها طيب انسي انك تكوني مساعدتي في شركتي، فبتقول له انا بس بمزح معك، وبعدها بتنام وبيغطيها بجاكيته. وفي الليل بيجيها اتصال من مساعدتها بتخبرها انه ابوها اجاته سكتة قلبية، بس زوجة ابوها ما بتترك الدكتور يعالجه وبتمنعه، وبتجي الشيانغوي ومعها الاسعاف، وبتشوف أبوها وبيوصلها شومو، واليوم اللي بعده بيجوا لها المكان وبيشتري لها الحليب، وبعدها بيوصلها لبيتها. واليوم اللي بعده بيجي وبيعطيها الأكل وبتشكره، وبتقوله كيف عارف إنها ما أكلت الإفطار، وبيطلب منها تعتني بصحتها وما تضغط على حالها كتير، وشوية بيغمى عليها. You'll never be forgotten. وبيساعدها شومو وبيجيبها للمستشفى وبيسألها عن حالها، وبتقوله إنها صارت بخير وبتطلع من المستشفى. وفي الصبح بيجي لعندها جيانغ وبيضل يعتذر منها وبيخبرها انه هو تغير كتير وصار رجال منيح وما رح يرجع يخونها مرة تانية، وانه هو بيحبها ومستعد يسوي اي شي رح تطلبه ليرجعوا لبعض، بس هي بترفض وبتقوله انه انا ما بكرهك بس ما اقدر ارجع لك لانك جرحتني كتير، وبتروح. هيك بيكون انتهى مسلسلنا لليوم.